المحط الرابع والاخير في اللي احنا قال توزيع الكياك. ايوه طبعا لازم افرح، امال ايه. اخر محط هو محط صغير وسهل ومعظمه حافظينه. ابص بقى ده واخد من حاجات كتير قوي، هقول لك البدايه وتقول لي جت فين. ماشي يلا معايا. كمان يلا كمان مره تاني. دي زمانها اتنين اهي، اتقلها واحده. يبقى عندك مره كمان. ممكن نعمل بس هنا فيها بتاع كده عشان تبقى ليها زمن الثانيه والثالثه. هنا اتنين هنا اتنين، يلا معايا. ها ايوه عليها وما تخافش. يلا كمان. هقول لك اللي جايه وحاول ايه تلقطها مره واحده. بص عامله ازاي. يلا يعني ايه؟ بننزل انزل اطلع بسرعة. التلاتة دول بطلع بسرعة. يلا كمان. بعد ما تحفظها تقول بقى زي ما انت عايز، تبقى سهله. يلا معايا. ها كمان. حتى لما تيجي تحفظ اللحن في حضانه، في اولى وثانيه، اعدادي، ثانوي، قسم كده. ما ينفعش تقول اللحن زي ما بتسمعه في التسجيل، مش هيقول معاك، هيزهق ومش هيعرف يحفظ، مش هيفهم. ما تمسك حته حته وتكسرها، ودي سلم طالع وده سلم نازل، ودي عشان خاطري ودي موجه مش الكلام ده. انا عارف ان هو كلام يبقى عادي يعني بسيط، بس بيلزق 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 في الدماغ ويخلي الموضوع سهل. هي دي الفكره. كمان الناس اللي بتشوفنا برضو اللي تحفظ في الكنيسه، حفظ بنفس الطريقه وسهل اكتر يعني. كل ما تسهل حلو. انت بتترجمها لرؤيه حاجه مرئيه، فده انا صدقني انا مش عارف انا بعمل وانا بكتب. انا ببقى مش عارف، انا بقى باخد اللي بتقولوه بكتبه، بس انا مش عارف يعني بتيجي معايا كده. يلا معايا. تقدر تسيحها بقى براحتك دلوقتي، سيحها كده. طيب اربطها بقى اللي قبلها. مين فاكر بدايه المحط؟ من فوق. دي ليها راس كبيرة، لو ما علتهاش ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تنزل، في درجة هتقع منك من فوق، هتشخط فيها، هتعمل ازاي؟ يلا مع اللي قبلها بداية المحط. اعلى. اشخط. تاني مع بعض. فوق. اشخط. بص بقى الحته اللي جايه، الحته اللي طلعناها بسرعه دي عشان كلناها بسرعه فيبدو انها زعلت، فهنصالحها. هنعمل ايه؟ يبقى عندك دول دول هم دول، واخد بالك؟ بس التالتة هنا عملت ايه؟ حطيت فيها زمن،
حطيت في اللي بعدها زمن، حطيت في اللي بعدها زمن. يلا معايا. سهلة؟ تاني. ها. اسمع مني كده من عند السلم الكبير ده. يلا معايا من عند السلم الكبير. ها. ايه الفرق ما بين الهزه ودي ودي؟ الزمن مش هسيبها، يعني دي مش هقطعها، زمنها اتنين واللي بعدها اتنين واللي بعدها اتنين، سلم نازل. يلا اتفضلوا من اول السلم الكبير. وريح الاخيره دي. يلا تاني من عند اول المحط. اثنين. سلم. الاخبار تمام؟ تفضل. ماشي، ختام المحط الثالث. يا زي السكينه في الحلاوه، ماشي حلو قوي. تاني اختم وابدا. ها. يا اعلى اشخط. بعد كده هرمي هزة، اكتب لك عليها ايه؟ ارميها. يلا معايا. كمان. كمان. هقول لك دي وتقول لي شبه ايه. شبه ايه؟ فاكر الوصلة؟ امسك كده الورقة. امسك الورقة، واخد منها اول ثلاثة اللي هم دول، واخد الاثنين اللي بقى، واخد اول خمسة بس في اول مجموعة من الوصلة، صح كده؟ بس الوصلة كانت بتقال بالراحة شوية، كانت بطيئة، هنا سريعة شوية. والاخيرة مرة كمان. مثل الوصلة، خليك فاكر منها، خليك فاكرها. كمان. مرة تاني. في الآخر. يلا معايا. هقول لك الحتة اللي جاية وتقول لي شبه إيه. أجيب الأخضر بس والأزرق. كل دي نكتب عليها إيه. ركز معايا كده. فين دي؟ سامعينها طيب؟ أجيوس الفريح. الحته دي كلها في اجيوس الفرايح.
بص لو قسمناها هتيجي معاك كم مجموعة؟ ادي واحدة، دي واحدة اهي، التانية زيها بس اقل منها شوية، دي ليها راس، ليها راس، كلها كسر فرح. اظن حتى الناس اللي بتشوفنا هتبقى عارفاها. ايوه ونمناي صح كده. يا كل الصوف فاش هاي تاني. يلا يا جسر فرح. طب نقولها من الحته اللي زي الوصله دي. عند الحته اللي شبه الوصل. انقض عليها، خش على طول اعمل لك سهم من ديل دي، عشان كده قلت لك توقف عينيا. اعمل لك كده صح. انقض، انقض اتاك خلاص مش لازم. يلا صح، هي كويسة الحتة بتاعت أبو يوسف، المهم الدخلة بتاعتها. يلا قول الحتة اللي زي الوصلة وخش كده وسمعنا. الحتة دي يلا دي الواحدة والتانية زيها بس ليها راس، والثالثة واستلم الغلبان اللي في الآخر تاني. يلا من عند ارميها دي. كمل كمل. اسمع مني من اول المحط، ولا اقول لك ناخد دول؟ سهله دي. مره كمان. دي تحت ودي فوق. يلا معايا. هناخده المره اللي جايه، عامله بطريقه حلوه قوي، هناخده في ربع ساعه. يلا معايا. مره كمان تاني. طب نربطها باخر ثلاثه. تاني اخر ثلاثة مع الختام. لا انا دخلت على طول ثلاثة دول. الساعة كام يا استاذ ماجد؟ معلش خدناه في ثلث ساعة بالظبط زي ما قلنا. طيب اسمع مني بقى المحط الرابع كله، بنبتدي ازاي المحط.
اسمع مني. طب اقفل لك التالت واخش على الرابع. يا التالت خش معايا. ملهاش علاقة لا باللي قبلها ولا اللي بعدها، يعني في قبلها سكتة وبعدها سكتة. لما عملنا ايه؟ وحيدة، هزة وحيدة لوحدها. يعني من قبلها نفس وبعدها قول الصراخ. أعمل ازاي؟ ماشي. أعمل كده؟ ماشي. ايه الاخبار؟ طيب اسمع مني المحطتين الثالث والرابع ونسجلهم وبعدين نقولهم مره مع بعض وخلاص. انا عارف ان انا تعبتكم على الاخر. الله يخليك عم بديع. المحط الثالث والرابع في لحن قال التوزيع الكياكي. Ah.
اسمه.